مرحبا بكم في قناة المعلق عبد الرحمن الأمريكي. استيقظت جماهير الاتحاد الطنجي على خبر فك الارتباط مع المدرب عبد الحق بن شيخة الذي قاد الاتحاد لما يزيد عن عام ونصف، وقدم من خلالها أداء كبيرا ومحترم، لكن مباراته أمام حورية كوناكري الأخيرة والإقصاء كأس الكونفدرالية الإفريقية كان آخر مسمار دق في نعش بقائه، يفك بذلك الارتباط مع مكتب السيد عبد الحميد أبرشام، وتكون بعد ذلك جماهير الاتحاد طنجة عبد الحق بن شيخة وتتمنى عودته في يوم من الأيام. فوداعا بن شيخة.